السلام عليكم. طبعا الأول أكيد طبعا إحنا عملنا لسه بداية موسم، وإحنا الفترة اللي كلها مستعد عشان الماتش ده. بالنسبة لنا بطولة ماتش سوبر أفريقي، طبعا إحنا الفترة اللي فاتت مستعد بشكل كويس، بقالنا فترة كبيرة عملنا معسكر عشان خاطر الماتش واللعيبة كلها جاهزة. بالنسبة لنا هو ماتش كبير طبعا من فرق اتحاد العاصمة، طبعا لها كل الاحترام. النهارده الماتش بكره طبعا اكيد ماتش صعب جدا، هو ماتش واحد ماتش بطوله، اكيد هما مستعدين بشكل كويس، وطبعا احنا اللعيبه كلها مستعده بشكل كويس جدا، والفتره اللي فاتت دي كلها كانت مركزه بشكل كويس جدا، واحنا سعداء ان احنا في طبعا في بلدنا الثانيه السعوديه. طبعا احنا موجودين هنا اول مره نلعب في السعوديه سوبر الافريقي، عشان كده اللعيبة كلها مستعدة وإن شاء الله نرفع الكاس بكرة، ولنا التوفيق بكرة إن شاء الله. أكيد طبعا النادي الأهلي نادي كبير جدا الحمد لله، يعني جمهوره وجمهوره في كل مكان في كل البلاد العربية، طبعا في المملكة السعودية طبعا الجمهور المصري موجود بشكل كبير، إن شاء الله يكون موجود بكرة، وإحنا إن شاء الله اللعيبة تقدر تسعد الجمهور وترجع فرحان، وإن شاء الله نرجع البطولة. بس أهم حاجة تكون اللعيبة كلها مستعدة، الماتش بكرة ماتش صعب مش ماتش سهل، وإحنا بنحترم فرقة الاتحاد العاصمة، فرقة كويسة وفرقة محترمة، وإن شاء الله يبقى معانا التوفيق بكرة إن شاء الله، ونفرح الجمهور إن شاء الله. أنا قلت في الأول طبعًا يعني إحنا سعداء إن إحنا موجودين هنا في بلد التانية السعودية، طبعًا المملكة السعودية، وزي ما قلت إحنا يعني عندنا جمهور كبير في السعودية، واحنا أهم حاجة بكرة احنا مستعدين بشكل كويس. الفترة اللي فاتت فترة الإعداد يعني عملنا فترة بشكل كويس، ناقصنا بس المباراة اللي جاية. احنا أهم حاجة عندنا بنقول على طول جملة واحدة، بنقول أهم مباراة المباراة الجاية، ومباراة بطولة مش مباراة في الدوري ولا مباراة في أي حاجة، مباراة بطولة، عشان كده اللعيبة كلها مركزة وعارفة قيمة البطولة. النادي الأهلي على طول يعني متعود على طول ان احنا ناخد البطوله، يعني جاي بطوله مفشله لازم تكون رقم واحد، وده ماتش واحد بس، واللعيبه مستعده وعارفه الكلام ده كويس وحطها في الحسبان يعني، وان شاء الله اهم حاجه نرجع الجمهور اللي جاي بكره فرحان ورافعين الكاس ان شاء الله.